بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معادنا مع الدي دبليو اف او ديزاين ويب فورمات، ده امتداد تبع شركه اوتوديسك. بيخرج من البرامج زي الاوتوكاد او بيخرج برضو من البيم ريفيت مثلا او اركيكاد، او يعني في برامج كتير بتشتغل عليه. هو مستو ايه؟ مستو ان انت تطلع الملفات على الطباعه والمراجعه بس، تمام؟ يعني هو بتأمين تأمين عالي على المعلومات بحيث ان محدش يقدر يعدل فيه. ماليش ان انا ادخل اعدل فيه، ماليش ان انا ادخل اغير تصميمات. عكس الدي دبليو جي، الدي دبليو جي وانت شغال بتيجي تاني يوم تفتح الملف وتعدل، تالت يوم تيجي تفتح نفس الملف وتعدل. انما الدي دبليو اف ده معمول للطباعة، خلاص انا خلاص شغل وهبعته، تمام؟ في نزل سنة 2009 اصدار اسمه دي دبليو اف اكس، ده هو الدي دبليو اف بس ملتزم بمواصفات قياسيه ايزو اي اي سي 29500، تمام؟ هو بنستفاد منه بحيث ان انا ابعت الشغل لحد يراجعه من غير ما اعدل عليه. ومطلوب منه ان هو يقول لي الحته دي انا عايز اعدل فيها، الحته دي عايز في حاجه عايز تكبر تصغر زي ما هو عايز. في واحد بيكونش هيستخدم الاوتوكاد يخش يظبط فيه. طيب اتفرج عليه ازاي او افتحه ازاي؟ في كذا برنامج اسمه دبليو اف فيور، وفي برنامج ديزاين ريفيو ده برضو مجاني تقدر تنزله من النت عادي، بتقدر تفتح عليه دي دبليو اف. اي حاجه دي دبليو جي تقدر او دي اكس اف او ار في تي تقدر تحولها لدي دبليو اف بدون اي مشاكل خالص. بس العكس هو اللي بيبقى صعب، يعني لو عندك دي دبليو اف وعايز تحوله اوتوكاد فبيبقى صعب، كانك عندك بي دي اف وبتحوله اوتوكاد، فالبرنامج بيحاول يفهم الحاجات وبيحاول يظبط ال يفهم الليارات ايه ويبدا يحطها على الليارات ويبدا يظبط الشغل بتاعك. من ضمن المزايا بتاعته ان هو مساحته صغيره، لان هو ما بيتحطش فيه المعلومات اللازمه لتكمله الشغل، فالمساحه بتاعته بتبقى صغيره، تمام؟ ف يعني ميزه ان انت بتبعت اللوحه دي دبليو اف بحيث ان الناس هناك تراجع وتطبع ومحدش يعدل خالص.